اليوم 1 يناير، سنة جديدة في عمرك وسنة خبرة في حياتك. حياة مليانة معارف وهروج وخرشات ومشاوير وزحمة وعزايم وأكل لذيذ. مرات تقول أنا إيش جاب أمي هنا، بس مو غلط العفوية. تشوف ناس وتقابل ناس أكبر منك وناس أصغر، وناس كثير واقفين قدامك في طابور على إشارة ما تخضر أبدا، ناس زيك تماما مع اختلاف الأشكال والأعمار طبعا. يعني ممكن تشوف واحد شباب في حدود 23 سنة، ولا شياب يجي عمر الواحد فيهم خلينا نقول حوالي 64 سنة، ويا كترهم، أو واحدة تعطيها بالكثير 21 سنة. ومرة خرجت تتعشى أو تتغدى وفي الطريق صادفت كم واحد أعمارهم بين 17 و 18 سنة. لا، أكيد مو هذول. مين قال إنه في عمر معين لازم تلزم مكانك وتخاوي جوالك؟ مع نفسهم. أنت تحدد العمر اللي يناسبك وكيف تقضي أوقاتك. أنسى لي تاريخ ميلادك وقول لي كم عمرك.